عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور محمد أهلا بحضرتك، كل عام وأنت بخير. أهلا بسيادتك يا فندم وسادة المشاهدين، وكل سنة وأنت طيب. دكتور محمد، يمكن هذه المرة الثانية لرفع سعر الفائدة خلال العام الجاري، هناك توقعات بشأن المستثمرين وهناك أيضا مخاوف كبيرة في مسألة التضخم، ما تقييمك للموقف الحالي؟ الموقف الحالي طبعا هي هناك طبعا في العالم بيواجه أزمة من أكبر الأزمات اللي واجهها من الحرب العالمية الثانية، هناك تحديات غير مسبوقة، والأزمة النهاردة حتى ما كانش في حرب عالمية بالسلاح، فهي حرب اقتصادية عالمية بتتوقف على التمسك بمقدرات الشعوب والتأثير على الرأي الشعبي، وأثرت ذلك في عدة حاجات الحقيقة، كان لأنها بتمثل ثلاث محاور تقريبا، الغذاء والطاقة والمية، والثلاثة دول موجودين عند العالم اللي هو في حرب، فمن هنا ظهر موجة تضخم غير مسبوقة، ويمكن العالم الأوروبي والغربي ما شافهاش من أكثر من 20-30 سنة، لما يصل معدل التضخم النهاردة 7.5% أو 9% ما بين الدول، اختلاف الدول بعضها البعض الغربية، وهي كانت تشهد استقرار اقتصادي ومعدل فوائد ضعيفة، ولما يجي البنك المركزي الفيدرالي، البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع الفوائد بنسبة 50 نقطة الأمس و25 نقطة من حوالي أسبوعين، يعني تقريبا 75 نقطة، ومتوقع أنه يرفعها كمان خلال الثلاث شهور أو الخمس شهور الجايين كمان 50 نقطة أو حاجة زي كده. إذن بيقول لنا دلوقتي أن العالم داخل على موجة تضخم كبيرة، ودام العالم داخل على موجة تضخم كبيرة يبقى إذن القوة الاقتصادية أو القوة الشرائية للوحدات النقدية في معظم دول العالم بلا استثناء ستنخفض، وبالتالي هيبقى هنا كمان ان في عندنا كمان في مؤثر كبير جدا اللي هو الطبقات المتوسطه والفقيره اللي هي بتصرف تقريبا في حدود 80% من دخلها على الطاقه والغذاء والكساء اللي هو القطن والغذاء، فاذا في هذه الحاله يتوقع ان هذه الفئه بالتحديد وهي تمثل اكثر من 75% على مستوى العالم يزداد معدل انفاقها ب 35% على من نسبة دخلها، وده بيؤدي هنا إلى عدة حاجات ومؤشرات خطيرة جدا على مستوى العالم ككل. أولا أن هناك نسبة الفقر هتزيد، كمان لما تزيد الطاقة وتزيد الأسعار أكيد هيبقى في هناك عوامل متعلقة بالمصانع وهتتوقف بعض المصانع وغيرها، كل العوامل دي بتقول لنا أن احنا داخلين على أزمة لازم نحتاط لها قويا، وأن هذه الأزمة عالمية ليست مواجهة لاقتصاد معين، لكن الاقتصاديات الناشئة اللي هي زي اقتصاد مصر وغيرها بقى هنا محتاجة إدارة بشكل مختلف. ليه؟ لأن هذه الاقتصاديات معتمدة في معظم الحالات على نسبة مكون أجنبي كبير جدا بيتجاوز 60-65% من الواردات الأجنبية، وبالتالي هذه الواردات ستأتي محملة بتضخم وارتفاع أسعار. الأمر اللي بيقول لنا هنا بقى إن إحنا في مصر نيجي هنشتغل إزاي في الفترة القادمة على أساس الدولة المصرية أخذت إجراءات احترازية الحقيقة، وهي في الفترة السابقة وكانت جيدة من خلال ارتفاع سعر الفايدة والسيولة وغيره وإدارة الدين وغيره، كل العوامل دي الحقيقة ادتنا فرصة النهاردة لازم نبص للعالم بشكل مختلف، ونبص للي إحنا عملناه في السنوات الخمس الماضية هنستفيد منه ازاي بقى علشان نقدر نتعامل مع الأزمة اللي جاية دي. الأزمة اللي جاية دي ليست صنع محلي لكنها صنع دولي. الأزمة اللي جاية دي هي في العالم كله واحنا جزء من العالم. الأزمة اللي جاية دي بتقول لنا ان الصناعات والواردات الخارجية سعرها ارتفع، والقوة الشرائية، وحضرتك في التقرير بتاعك النهاردة ذكرتم ان التضخم في تركيا وصل 70%. معنى ذلك واحنا عندنا النهارده حاطط التضخم النهارده لحد النهارده لما يتجاوز 9%، فمعنى ذلك ان اقتصادنا النهارده اقتصاد قادم، وان معطيات اقتصادنا النهارده تعطينا فرصه قويه جدا للتفاعل مع هذه الازمه وامتصاصها علشان نقدر ماذا سندير اقتصادنا في الفتره القادمه حتى لا يتاثر كما ادارت الدوله المصريه أزمة كورونا في السنوات السابقة بمعطيات قوية وحقيقية. يمكن للدولة المصرية النهاردة من خلال الصناعات
والمصانع والتوطين الصناعي والمواني والطرق والبنية التحتية التكنولوجية والبنية التحتية الكهربائية من حيث الطاقة والبنية التحتية من حيث المواد، كل هذه العوامل أصبحت متاحة النهاردة للإدارة المصرية على أنها تديرها مع الأصول غير المستغلة في الاقتصاد المصري، حتى تحول هذه الأزمة إلى فرصة وتنطلق مصر باقتصاد ناشئ نامي قوي، وهي المؤهلة في المنطقة النهاردة لأربع عوامل. العامل الأول أنها فيها موارد بشرية، أكبر مخزون رأس مال فكري موجود في المنطقة. الأمر الثاني أن عندها موارد غير مستغلة وأصول غير مستغلة، وده ظهر عندما جئنا وأنشأنا صندوق الثروة السيادية، اكتشفنا أن هناك أصول مستغلة غير مستغلة كثيرة جدا لازم تشغلها، أن طاقات المصانع لازم تشتغل بأكثر طاقة ممكنة، أن هذه الموارد، لكن هذا يتطلب أن يكون هناك سياسة مصرفية وسياسة مالية تستطيع أن تمنح الائتمان بقوة كبيرة، وأن تعطي بمعدل فائدة إذا كانت استطاعت أن تجذب مدخرات المصريين ب 18% وتخفض مستوى السيولة، فجاء الوقت اليوم أن هذه البنوك أنها تعطي أموالا وائتمانا للشركات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تشجع الصناعات الحدفية في المنطقة لتحل محل الواردات، وأن يكون المنتج المصري جاءت. فكل هذه العوامل أنا بقول العالم يلعب لصالح مصر، الأزمات العالمية تلعب لصالح مصر، أوراق اللعب في الاقتصاد المصري قوية جدا، لكنها تحتاج إذا توفرت الإرادة السياسية، لكن تحتاج إدارة من الحكومة، هذه الإدارة تكون واعية وتستخدم أدوات الاقتصاد الوطني من حيث إدارة الدين، إدارة السيولة، إدارة الفوائد، تشغيل الطاقة غير المستغلة. في هذه الفترة نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة وتستطيع مصر أن تحقق موقفاً اقتصادياً قوياً. دكتور محمد، يعني يمكن ذكرت في بداية هذه المداخلة، دعني أذهب معك يعني إلى بعد آخر، ذكرت أنه ورقة الاقتصاد أصبحت هي الورقة المهمة الآن، وبالتالي دعني أسألك هنا إلى أي مدى أصبحت ورقة الاقتصاد اليوم كخبير اقتصادي وأستاذ في التمويل والاستثمار أصبحت هي الورقة الأهم من الأزمة السياسية الروسية الأوكرانية، أو بمعنى آخر إلى أي مدى ورقة الاقتصاد، وحضرتك أكيد أعلم منا بذلك، استطاعت في أوقات ماضية بتغيير مواقف دول تجاه بعض من الأزمات لصالح هذه الورقة الاقتصادية يا دكتور؟ الدولة المصرية أنفقت أكثر من 7 تريليون جنيه على استثماراتها في داخل، سواء قطاع خاص وعام وغيره، على استثمارات وبنية تحتية في داخل الدولة. الدولة المصرية عملت مشروع قوي وكبير جدا في تسهيل الغاز بحيث يمد العالم، وده فرصة بالنسبة للغاز الروسي التركي والأزمة هناك موجودة، يبقى أنا في هذه الحالة يمكن أستخدمه. الدولة المصرية عملت مواني وطرق وغيره، كل هذه العوامل الدولة المصرية تستخدم استراتيجية التوطين الصناعي. الدولة المصرية النهاردة لازم تجذب الاستثمارات الهاربة من أوروبا وتجذب الاستثمارات العربية، لأن هناك أوروبا النهاردة متوقع أنها تكون في هذا الموقف أكثر من 7 سنوات، يبقى في هذه الحالة تصبح الدولة المصرية باعتبارها الأقرب لأوروبا مركز التوطين الصناعي ومركز الجذب الصناعي ومركز الصناعات الاستراتيجية بالأموال العربية. فضلا عن ذلك، لابد أن تأخذ الدولة المصرية أيضا دورا رائدا في التكامل الاقتصادي والاتفاقيات لتفعيل الاتفاقيات الأفريقية العربية لتقوم بمناطق حرة، وتستطيع أن تكون الدولة المصرية النهاردة مهيئة لتكون نمرا اقتصاديا كبيرا في ضوء هذه الأزمة، تربطها علاقات قوية جدا مع دول العالم. والدولة المصرية بتلعب بقالها أو تعمل بقالها 7 سنوات النهاردة بتشتغل على بناء اقتصاد، هذا الأمر البنية التحتية انتهينا منها، يبقى التشغيل. إذا استطعنا أن نشغل اقتصادنا في هذه الفترة سنستطيع. النهاردة عملنا 1.5 مليون فدان أرض زراعية، عملنا النهاردة وزارة شبكية، عملنا صناعات. اسمح لي أعود مع حضرتك مرة أخرى للقرار المتعلق بالفيدرالي الأمريكي، ولأنه هو الحقيقة هو ليه تبعات كثيرة على دول العالم أجمع، وخصوصا كما ذكرت في حديثك دول القارة الأوروبية. يعني هناك بعض المخاوف أخذ رأي حضرتك فيها،
ذكرها يمكن التقرير اللي عرض منذ قليل من أنه تسريع وتيرة رفع الفائدة في الفيدرالي تؤدي إلى ركود اقتصادي، هل هذا وارد ولماذا لماذا هناك هذه التخوفات؟ من المؤكد أن هناك ركود اقتصادي سيحدث، من المؤكد، وهناك هيبقى تضخم عندنا في الدول، لأن ليه حضرتك؟ هناك الدول أوروبا فيها توظيف كامل للموارد بتاعتها، التضخم بتاع أوروبا يختلف عن التضخم بتاعنا إحنا في دولنا إحنا النامية أو اقتصادياتنا الناشئة. الدول الأوروبية التضخم بتاعها قايم على التوظيف الكامل لموارد المجتمع، لكن في الدول الناشئة هناك اقتصاديات غير مستغلة، فهناك طاقات غير مستغلة. إذا تصبح هذه الفرصة بالنسبة للاقتصاديات الناشئة أن تنمي اقتصادياتها وأن تنطلق. أما من حيث ارتفاع الأسعار، سيحدث ارتفاع الأسعار ولا يستطيع أحد أن يتجاوزه. من حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي، نعم سيحدث هناك تراجع في معدل نمو، لكن ليس معنى ذلك أن كافة الاقتصاديات سترجع، هناك بعض الاقتصاديات ستقفز. طيب وهيحدث، ترى أنه هيحدث الهبوط المستوى التضخم 2% كما ورد في هذا البيان أو هذا التقرير متعلق بالفيدرالي الأمريكي؟ تعرف أنا سؤال. هبوط التضخم، مستوى التضخم، هذا كان المتوقع أي أصلا من قبل الولايات المتحدة عندما اتخذت قرار رفع الفائدة مرة ثانية. هبوط التضخم ده معناه ان هو تقدر تتحكم في ارتفاع مستوى الاسعار عشان تجذب مستوى السيوله بتاعتها، عشان الناس تروح تتدخر بنوكها، ده امر وارد واحنا عملناه في مصر هنا الاسبوعين اللي فاتوا لما رفعنا سعر الفايده 18%. لكن ارتفاع البترول الامريكي، لان هو هناك اقتصاديات تابعه للاقتصاد الامريكي، اذا هناك ايضا هناك ستحدث ارتفاع في مستويات الفوائد. وحضرتك شايفه النهارده معظم بنوك العالم من امبارح لحد النهارده البنوك المركزيه بترفع الفوائد، معنى ذلك ايه؟ ان الاقتصاديات هنا متشابكه مع بعضها. وممكن حتى انا لو في مصر جيت رفعت نسبه الفائده 100 نقطه او 50 نقطه ده ما ياثرش عليا في جذب السيوله، لكن انا بتكلم على جزئيه اخرى، هنا اداره الدين بتاعي واداره الائتمان لازم اشتغل في هذه الفتره، بما اني وفرت قدر كبير من السيوله في داخل البنوك لابد ان يكون البنوك تقوم بدور الائتمان ومنح ائتمان هنا للشركات حتى لا تتعطل الانتاج. وبنطلق من هذا النقطتين، النقطه الاولى ان احنا عندنا طاقات عامله غير مستغله، سواء في البشر سواء في اي مستوى، سواء في المصانع وضيات المصانع، يبقى لما اخفض الائتمان هشجع ان المصانع مش هتقف، وبالتالي في هذه الحاله الصناعات الصغيره، واصنع بقى انا عامل حياه كريمه النهارده، تحول حياه كريمه في هذه الحاله الى بؤر تنمويه في داخل الاقتصاد الوطني عشان اقدر اسدد عجز احط منتج محل المنتج الوردي. ده بيحتاج الى ايه؟ بيحتاج الى اداره في التشغيل وقدره عاليه على تشغيل اصول الدوله. الان نحن نحتاج الى اداره تشغيل اصول الدوله اكثر من اي فتره مضت، وان الاقتصاد الوطني معطياته كلها ايجابيه. والدليل على كده ايه؟ ان احنا عندنا مؤشرات لسه طالعه امبارح واول امبارح بيقولوا ان الاقتصاد المصري يستطيع ان يدير السيوله ويستطيع ان يدير المليونيه. دكتور محمد لو سمحت لي في المقاطعه، يعني طبعا انا بستاذن حضرتك ان احنا نوسع يعني هذا النقاش عن الجانب المصري، خلينا نوسع الدايره مع حضرتك. يعني الان يعني القرارات الاخيره، بنك انجلترا المركزي يرفع الفائده او سعر الفائده الاساسي الى 1% في اعلى مستوى منذ 13 عاما، وبالتالي الجنيه الاسترليني يهبط 1.5% في المئة مقابل الدولار بعد قرار بنك انجلترا الاساسي. خليني اتكلم مع حضرتك في هذه القرارات الاخيره من بنك انجلترا، والحقيقه عايزه اربطها، يمكن البنك الفيدرالي الامريكي تحدث بالامس انه خلال الاجتماعات القادمه سعر الفايده من الممكن ايضا ان يزيد الى 2% في نهايه 2022. ان كان المواطن حتى هذه اللحظه، مش بتكلم على المواطن المصري، بتكلم على مواطني دول العالم، ان كان حتى هذه اللحظه لا يتلمس ربما ما يحدث على أرض الواقع من فكرة رفع سعر الفايدة أو زيادة نسبة التضخم وما شابه، في حال بالفعل على نهاية 2022 زاد سعر الفايدة بنسبة 2% يا فندم، كيف سيتعامل المواطنين في العالم مع هذا الأمر وتوابعه السلبية بالتالي على الدول يا دكتور؟
زي ما قلت لسيادتك واتفقنا من الاول خالص ان هو ارتفاع سعر الفايده عشان امتص التضخم، لكن التضخم سيرتفع وان هيحدث تفاقم وان المواطن على مستوى العالم سيدفع الفاتوره. قلت واكلم حضرتك قلت لك ان احنا عندنا 80% من مستويات الدخل في العالم كله ستتاثر باعتبار انها طلق الانفاق بتاعها على الغذاء والطاقه. صحيح. ده امر متوقع وامر وارد. لكن هو دلوقتي العالم مش هيسيب الامور بهذا الشكل. وامبارح اعتقد امين عام الامم المتحده في زيارته للسنغال بدا يشتغل على اساس ان هذه الازمه لا تتفاقم. واعتقد ان في هذه الحاله سيحدث هناك عوامل متعلقه عشان خلينا نتفق على حاجتين، الاسعار هتزيد او هتزيد، التضخم هيزيد حتى مع الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها كل الدول دي كلها اوامر ليه؟ لان هنا في جزء نص العالم دلوقتي ما بقاش مشارك في موجود. التضخم هيزيد، سعر الفايده هيزيد، ولكن يعني الانباء التي بدات ربما تتردد دكتور محمد منذ قرارات البنك الفدرالي الامريكي ومنذ بدء هذه الازمه اصلا الروسيه الاوكرانيه عن مصطلح جديد عن مصطلح جديد يا فندم، يعني هذا المصطلح يسمى الركود التضخمي، يعني دعنا ايضا في اطار صوره هذا المصطلح يا دكتور. بس يا فندم من امبارح بدا بعد البنك المركزي هو كان عايز يخفض نسبه التضخم، ده طبيعي جدا هيعمل، لكن ده لا يمكن سعر الفايده لوحدها هتقدر، لازم يكون هناك اجراءات معينه هتقوم بها هذه الدول، زي ما اعلن الامريكان ان هم هيستخدموا الاحتياط الاستراتيجي من النفط اللي عندهم، يبقى اذا في هذه الحاله ان معظم الدول عشان تساعد في خفض التضخم هتبدا تستخدم الاحتياط بعض الاحتياط نسبه من الاحتياط الاستراتيجي عشان تحد من ارتفاع سعر الغاز. الامر الثاني ان لازم هيحدث كمان ازاله كل العوائق الموجوده ما بين الدول في حاله الصادرات والواردات، وبالتالي سيخفض العالم غصب عنه في الاجراءات الجمركيه والحمايات عشان نقدر بسمح الحاجه دي. الامر الثالث واعتقد ان هيكون تدخل من الامم المتحده في هذه الحاله ان سيسمح باعاده الغذاء والمحاصيل الزراعيه من اوكرانيا الى العالم او من روسيا الى العالم، وفي هذه الحاله لان عندنا هنا حاجتين، عندنا غذاء وطاقة في روسيا وأسمدة مرتبطة بالزراعة القادمة، يبقى لازم تحل هذه المشكلة، وأعتقد العالم لن يجلس صامتا. الأمر الثالث عشان أخفض نسبة التضخم لازم كمان أشتغل على المديونية العالمية، بمعنى أن لازم هنا الأمم المتحدة والعالم يتعامل مع يخفف عبء الديون وبخاصة الدول التي تتحمل ديون كثيرة وعندها نسبة ديون كثيرة وعندها أسواق كبيرة وعندها مواد خام وغيره. كل هذه العوامل لازم يحدث في منظومة دولية عالمية. معنى ذلك إيه؟ إن الحرب هتبقى ممكن تكون مستمرة، لكن العالم سيتعامل باقتصاديات أخرى. نعم. إدارة الاقتصاد العالمي. طيب دكتور محمد في هذه الجزئية كان هناك يمكن توضيحات من أكثر من تقرير بتبعات وتداعيات هذه القرارات على الأسواق الناشئة والدول النامية، وأتحدث هنا عن الدول التي ربما لم تتخذ إجراءات استباقية وإجراءات احترازية كالتي اتخذتها مصر، أتحدث عن دول أخرى يمكن سواء في آسيا أو في أفريقيا كان هناك تحذير من تداعيات كل هذه القرارات عليها. هل هناك حلول أو ستتجه هذه الدول إلى حلول ناحية الأسواق والدول الناشئة في رأيك؟ بالتأكيد طبعا هناك الدول اللي ما أخذتش إجراءات احترازية ستضطر إلى اتخاذ إجراءات وستكون أكثر قسوة من الدول التي أخذت إجراءات احترازية. ليه؟ لأن النهاردة أصبح كل دولة النهاردة عندها مشاكلها الخاصة بها، وبالتالي تحاول، لأن هو من مشكلة هذه الأزمة إيه؟ إنها مرتبطة بالأسعار وبالتالي مرتبطة بالأصوات الانتخابية ومرتبطة بأصوات الجماهير. فإذا كل الدول الأوروبية والغربية اللي هي تتعامل على أصوات الجماهير والصندوق الانتخابي ستحاول أن تحل هذه الأزمة، لأن هذه الأزمة عملت عندهم إزعاج للحكومات قبل ما يبقى إزعاج للحكومات. فإذا في هذه الحالة كل دولة لازم هتبدأ تعالج نفسها الأول وتحاول مشاكلها الداخلية. عشان كده يصبح هنا إيه؟ الإنتاج المحلي هو كلمة السر في التعامل مع هذه الأزمة العالمية. طيب
دكتور محمد خليني يمكن أذهب مع حضرتك، يعني دائما ما يقال رب ضارة نافعة، والحقيقة ده يجعلني أسأل هذه الأزمة الاقتصادية، التغير في نسب التضخم والتغير في نسب الفائدة، هي نافعة لمن من الدول يا دكتور؟ وربما جزء من سؤالي أيضا يتعلق ب يعني التحليلات التي بدأت تتحدث منذ الأمس، لأن الدولار قيمته بتزيد، أصبحت الآن يعني كما كانت من قبل ولكن أقوى ربما في هذه الأثناء. دكتور محمد، هو النهارده في صراع بين الدول على اساس الاقتصاديات، وخاصه بين القوى الكيانات الكبيره زي روسيا واوروبا والغرب او امريكا تحديدا بخصوص سعر الدولار. فكل واحد بيستخدم سياساته علشان ازاي يعظم من قيمه الوحده النقديه بتاعته ويعظم من اقتصادياته. عشان كده قلت في الاول خالص ان هذه ازمه، هو حرب عالميه اقتصاديه وليست حرب عالميه عسكريه. صحيح في حرب بين الشرق والغرب هناك، لكن عندنا احنا في حرب اقتصاديه. الغرب عايز يضعف الاقتصاد الروسي اقوى ما يمكن، والاقتصاد الروسي عايز يعني ايه يوجع الغرب اكتر ما يمكن، فالاثنين بيشتغلوا على كده. الامر هنا بيقول لي ايه؟ ان صحيح الدولار سيتاثر لكنه لن ينهار، والروبل سيتاثر لكنه لن ينهار، سيبقى اقتصاديا. قال لي هنا ايه؟ ان اصبح هناك نظامين اقتصاديين عالميين دلوقتي، نظام اقتصادي هتتحكم فيه روسيا والشرق، ونظام اقتصادي سيتحكم فيه الغرب. الغلبة لمين في هذه الحالة؟ هو قدرته على إدارة الأزمة الاقتصادية خلال الثلاث أربع شهور القادمة ونتيجة المعارك. يبقى إذن في هذه الحالة كل دولة تستخدم استراتيجياتها دلوقتي علشان تقدر تألم اقتصاد الدول الأخرى. ده من ناحية. الناحية الثانية بقى، الدول اللي زينا، الدول اللي هي الدول الناشئة اللي هي تبقى بتدور في فلك الاقتصاديات الأخرى. هنا كل ما كانت الدول هنا بتقدر تستخدم مواردها الذاتية، وكل ما كانت الدول هنا بتقدر تفجر إمكاناتها الداخلية وتجذب وتستخدم مدخراتها الوطنية، هي اللي هتقدر تنفذ. نعم. طيب دكتور محمد، يعني دعني أستثمر الوقت المتبقي معك وأسألك هنا، يمكن ذكرت أكثر من مرة أنه كل طرف بيحاول أن هو يوجع الطرف الآخر، سواء كانت روسيا أو الاتحاد الأوروبي والغرب، ولكن في ظل هذه الأثناء في هذا الوقت، السؤال الأوضح الآن، من الذي أصبح يتألم أكثر اقتصاديا دكتور محمد؟ روسيا التي ربما كانت حاسبة كل حساباتها لهذه الأزمة قبل أن تدخلها، أم الاتحاد الأوروبي الذي بها مجموعة كبيرة من الدول أيضا بها أكبر اقتصادات العالم يا دكتور؟ أولا من حيث الجواب الأولاني المبسط جدا، المبسط خالص يعني السطحي، نقول والله الدول الأوروبية النهاردة تأثرت أكثر من الدولة الروسية، باعتبار الدولة الروسية هي دولة كانت اشتراكية في الأصل، وبالتالي طموحات وتوقعات وغيره النظام اللي عندها بيختلف شوية. النقطة الثانية إن الدولة الروسية عندها هدف قومي، فبالتالي المواطن هناك ملتف حول الحكومة أكثر، وبالتالي هيكون واقف مع الآثار الجانبية، لأن هناك مكاسب سواء بالأرض، الحماية الوطنية، المناعية الوطنية، كل الحاجات دي. لكن بالنسبة لأوروبا الأمر يختلف شويتين. الأمر يختلف شويتين إيه؟ إن أولا هي بتحارب في منطقة بعيدة عنها. النقطة الثانية إن المواطن الأوروبي هو نظام رأسمالي صرف بيتأثر كثيرا جدا. الأمر الثالث إن هناك أصوات انتخابية. عشان كده حضرتك النهاردة ممكن نقول والله الدولار تحسن، لكن على المدى البعيد ستدفع السياسة الأمريكية ثمنا باهظا نتيجة قيامها بهذا الشكل، وسيتأثر الحزب الديمقراطي كثيرا جدا في النتائج الانتخابية القادمة نتيجة هذا. معنى ذلك إيه؟ أن الدولة الروسية هتبقى طالعة، صحيح هي قصدي كسبانة لكن هناك تكلفة، لكن الدولة الأوروبية والأمريكية هيبقى مكاسبها أقل كثيرا من الدولة الأمريكية. النهارده أمريكا بتحاول تحافظ على الكيان الاقتصادي والقوة الاقتصادية، لكنها أيضا لم تستطيع أن تغير كثيرا في المعركة في الوقت الآني. لكن على المدى الطويل يتوقف على قدرة الإدارة الروسية على إدارة المعركة لمدة طويلة. نعم، ربما هذا الكلام ما يأتينا من موسكو أيضا، سواء من التقارير الإعلامية أو من خلال مراسلنا هناك، أنه هناك ربما مقاومة لكل هذه العقوبات والإجراءات. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الشواتفي، أستاذ التمويل والاستثمار.